تحياتي لحضراتكم مره ثانيه. يمكن كلامنا ما زال مستمر عن المباراه المرتقبه امام الوداد المغربي، او يمكن عدد المباريات اللي لعبها النادي الاهلي امام هذا الفريق الكبير. زي ما بقول لكم هو بيسمى القلعه الحمراء، يعني نفس الاسم تقريبا لفريقنا فريق النادي الاهلي، ولكن طبعا فريق قوي، فريق مميز، فريق يمكن هو شعبيه كبيره جدا في المغرب. احنا لعبنا فريق الوداد المغربي 7 مباريات، 6 رسميه وواحده وديه. يمكن النادي الاهلي فاز في 3، وايضا نفس عدد مرات الفوز بالنسبه للوداد 3، والتعادل في مباراه واحده. حقق التعادل انا اسف كان 3 مرات، والنادي الوداد كسب الاهلي مره واحده. فبالتالي عدد الفوز ده بيخليك حتى انت عندك الثقة الكبيرة في ان انت الهيستوري بتاعك او تاريخك بيدل ان انت لا متفوق على فريق الوداد. المباراة الوحيدة زي ما بقول لكم اللي كسبها كانت في دوري المجموعات 2-0 في المغرب. فبالتالي ان شاء الله من خلال طبعا التاريخ احنا دايما بنتفائل، دايما تفائلوا يعني، فهو ده ان احنا عشان كده احنا بنقول تاريخ المواجهات ما بين الفرقتين. النادي الاهلي احرز 7 اهداف في فريق الوداد، الوداد احرز في النادي الاهلي 6 اهداف فقط لا غير. لكن طبعا زي ما بقول لكم النادي الاهلي حاليا هو رقم 30 عالميا في الانديه المصريه والعربيه والافريقيه، يعني اخذ في المركز ال 30 في اخر طبعا تصويت برصيد 7909 صوت، والاول عربيا وافريقيا. فبالتالي احنا دايما زي ما بقول لكم في المقدمه، دايما في النادي الاهلي الاول دايما باستمرار، وده تفكيرنا دايما باستمرار من خلال طبعا تواجدنا في البطولات العربيه والافريقيه والدوري المصري، وايضا وصولنا ان شاء الله للعالميه من خلال طبعا قبل كده في كاس العالم للانديه، وان شاء الله تبقى المره السادسه من خلال طبعا دخولنا وحصولنا على بطوله افريقيا في البدايه الاول. يعني كلام كتير بقى عن المباراه والشكل الفني للمباراه وتفكير كابتن حسام البدري، وهل السيناريو هل هيتفق بنفس اسلوب مباراه النجم ولا لا. هنشوف الوضع مع طبعا كابتن عمرو الحديدي ورايه في هذه المباراه. كابتن عمرو برحب بيك. كابتن عمرو ازيك؟ كابتن فاروق نور دايما باستمرار والله. وحشنا كابتن، ربنا يخليك، الله يكرمك. طيب خليني بقى نخش كده في المباراه. ويمكن ناس طبعا وجمهور النادي الاهلي سعيد بالمباراه اللي فاتت ومبسوطين وكلنا مبسوطين، لكن خلي بالك احنا سعداء، احنا من بره، لكن خلاص فريق النادي الاهلي قفل صفحة النجم وبيفكر في المباراة وتركيزه بشكل كبير. لكن احنا بنتكلم في المباراة القادمة والجمهور هو في الاستاد بيتخيل ويتوقع ان وبيتمنى طبعا ان تبقى نفس اسلوب مباراة النجم الساحلي، هل ده ممكن يحدث كطعم؟ بص يا كابتن محمد، انت راجل من لعيبة النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي عاصرت الفترات اللي بيحصل فيها حاجات زي دي. ممكن اسهل وممكن اصعب. ممكن اسهل على نفسي كويس قوي ان انا اعيش في نفس الجيم اللي انا عشت فيه في ماتش النجم الساحلي، التركيز والروح وعدم ادلاء بالوسائل الاعلام، كل ده يبقى سهل. لو انت حضرتك خدت بالك ان تملي احنا الماتشات بتاعتنا بنقول عليها ايه، لو دخلت الجيم بدري بجون المواضيع بتتفتح. صحيح، بس احنا كنا بنامل ان الماتش الاولاني يبقى هناك والماتش الثاني يبقى هنا. تملي احنا بنحب كده عشان تاني المجموعه، فبالتالي كده هو اول مجموعه، فبالتالي الماتش بتاعنا احنا بنقول النادي الاهلي. اعتقد ان الكابتن حسام بعد المباراه مباشره قال لك احنا طوينا الصفحه، هو كابتن سيد وكابتن ايوب. نعيش في الماتش بعد النتيجه مباشره، مجرد ان احنا فرحنا وباركنا لبعض بعد المباراه مباشره بنفكر بقى في التتويج. ما هو الماتش مكسب، خدنا 3 بونت اللي وصلتنا للنهائي، مش مطلوب مننا غير النهائي بقى. خلاص انت عودت جماهيرك العاشقه لاسم الفانلة الحمراء ان احنا عايزين الماتش باي شكل. تعصبت في ماتش النجم وفي ماتش الترجي وجبت وصالحت الجماهير وكسبت هناك. ماتش النجم الناس كانت متوقعه ان النادي الاهلي يكسب 1 هنا، بس فاجئ الناس ب6. المطلوب منك بقى دلوقتي خلاص الدرس المفهوم لكل الدول العربيه اللي بتبقى موجوده شمال افريقيا او في افريقيا، ان النادي الاهلي هو حافظ الدرس والمسمع الجيد بالنتائج. المسمع الجيد للنتائج. نتائجه كانت الماتش اللي فات 6، كلنا انبهرنا وكلنا فرحنا. احنا كنا سعداء من جوانا ان احنا سمعنا رقم للنادي الاهلي في بطوله افريقيا في حاجه زي كده. المطلوب اللي جاي هو نفس التركيز، نفس الاداء، نفس الروح. اعتقد الموضوع هيبقى اسهل بكتير من ماتش النجم. المعلومه بس كابتن عشان برضه نرجع المعلومه وناكد عليها، ان النادي الاهلي هو اول، يعني ما فيش نادي في تاريخ بطولات افريقيا حقق هذه النتيجه امام النجم الساحلي 6-2 بستة، يعني نتيجه بست اهداف. فاعتقد ان الامور دي النادي الاهلي هو الوحيد حتى الان. قبل كده كان مازيمبي امام الهلال السوداني 2009 5 اهداف لهدفين امام الهلال السوداني. النهارده الاهلي بيكسر هذا الرقم
ويكسب 6-2، فبالتالي احنا بنكسر ارقام برضه كابتن. احنا لسه بنقول هو كابتن فاروق، النادي الاهلي متعود انه بيحط ارقام لاسمه في تاريخ البطوله نفسها. سته دي في دور قبل نهائي شيء ممتع ومقلق للفريق الخصم. انا بلعب في مصر، بريح دماغي، بعتبر ان الفصل او المشهد النهائي بينتهي من هنا. كسبت بفرق ان شاء الله جون واتنين، انا ريحت نفسي ورحت هناك هعرف اقفل الجيم كويس قوي واعرف اخد من اللي انا عايزه المباراه الثانيه. طب خلينا نفكر ونخش عقل حسين عموته يا كابتن المدير الفني للوداد. النتيجه دي يخليه دايما او في البدايه ياخد باله جدا من بدايه المباراه امام الاهلي؟ بص يا كابتن محمد، هو وضع طبيعي هياخد باله، لكن ايوه اللي هو زياده قوي، عارف ان انت بتبقى مصر قوي ان انت مثلا ربع ساعه الاولانيه ما يخشش فيك هدف. انت حضرتك رديت على السؤال كويس قوي، ان انا امنت نفسي اول ربع ساعه، امتصيت حماس الجماهير، اكسير الحياه لفريق النادي الاهلي، وصلت بحته معينه ان انا امتلك زمام الملعب. اعتقد النادي الاهلي لا، عنده حلول، عنده حلول. الحل او المشهد اللي احنا شفناه في ماتش النجم، اعتقد ان الكابتن حسام هيغيره تماما باسلوب تاني خالص، بشكل اداء، شكل لعيبه وتوزيع في الملعب، داخل الملعب بالظبط كده. احنا متعودين النادي الاهلي بيلعب حته معينه من على الاجناب، الاوفر لاب، تيك اوفر، دبل، ايا كان ايه اسلوب اللعب. اعتقد اللي جاي هيبقى سيناريو جديد الكابتن حسام عامله، بس بينتهي بمجموعه مشاهد، بدات بالترجي، انتهت بالنجم، نهائي خالص للبطوله ان شاء الله في مباراه الوداد باذن الله. طيب انت بتشوف البدايه بقى، تفكير انت بتقوله يا كابتن عمرو، كابتن حسام شغله الشغل في التشكيل الاول يكون عامل ازاي، خصوصا بعد ما قلنا القايمه؟ لو تحب اقولها لحضرتك مره ثانيه ولا طيب اقولها لك يا كابتن ونشوف المستبعدين؟ يعني عندنا حسام عاشور وصالح جمعه للاصابه، حضرتك صالح جمعه كان موجود المره اللي فاتت ومباراه النجم بيقوم بدور كويس، حسام عاشور كنا بنامل ان هو يرجع في من الاصابه ويبقى موجود في وسط الملعب، ولكن طبعا ما زالت الاصابه موجوده عند حسام عاشور. القايمه جت كالتالي: كابتن عمرو شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، محمد هاني، احمد فتحي، رامي ربيع، محمد نجيب، سعد سمير، وعلي معلول، وحسين السيد، وصبري رحيل، هشام محمد، وعمر السليه، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، واحمد الشيخ، احمد حمودي، عبد الله السعيد، كريم نيدفيد، ميدو جابر، عماد متعب، واجاي، ووليد ازارو. استبعاد طبعا كل من حسام عاشور وصالح جمعه للاصابه. كابتن عمرو، بص يا كابتن محمد، في حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي كان الماتش المباراه اللي فاتت عنده اثنين لعيبه من عماده الاساف النادي الاهلي، حسام عاشور وعبد الله السعيد. تمام. حصل لعدم صوره استشفاء حسام عاشور، اللي حصل تغيير بالنسبه له هو صالح جمعه ورجوع عبد الله السعيد. النادي الاهلي في الوقت ده اعتقد ان هم ما بيقفش على حد، بس دول اسمين كبار احنا بنحتاجهم في كل وقت. النادي الاهلي بيبقى عنده تملي السيناريو البديل اللي ما بيحبش يطول فيه ذهنه ويشغل عقله بالحته زي دي. كابتن حسام، اي مدير فني وفي قمه الكابتن حسام بالامكانيات دي، اعتقد بيعمل سيناريو واثنين وثلاثه لاي ظروف اسمها الظروف الخاطئه لاي لاعب، اللي هي حاجه بتاعت ربنا بقى، حصل حاجه حصلت لاصابه لاعب، ايقاف احمد فتحي، اي حاجه بتحصل. ده بيبقى سيناريو موجود في دماغ الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام. اعتقد مش هتحس بتغيير كتير قوي في المباراه، غير يعني هيبقى شريف، هيبقى سعد ونجيب، من وجهه نظري طبعا متواضعه، احمد فتحي، معلول، سلية ورامي، مؤمن وعبد الله واجاي وازارو. تملي هو بنقول السيناريو بيختلف في واحد بس، يعني احنا لو فكرنا ان مش هيبقى موجود عبد الله هيبقى وليد. واحد. تملي بنقول الحته بتاعت محمد هاني احنا بنعتبره المقاتل الجاهز. المقاتل الجاهز في اي وقت موجود، في اي وقت بيأدي، في اي وقت عنده ثبات، عنده ثبات في ادائه. الكابتن حسام بيحتاجه بيلاقيه. حسين السيد مقاتل جاهز، لو احتاجته هتلاقيه. ففي لعيبه احنا تملي بنقول الناس بتبقى تملي شاكه في اداء حد. يعني الشارع المصري نجيب وكبر، لا 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 لا، محمد نجيب من ايام الشرطه لغايه دلوقتي من احسن ست باكات جت في انت بتشوف ان نجيب يا كابتن الى حد ما سهل الماموريه لكابتن حسام البدري في حته نص الملعب والباك رايت كمان؟ يعني اي يعني رامي ربيعه محدش كان يتخيل بامانه، يعني هو لسه بقول لحضرتك بالاداء ده، واللي طمن كابتن حسام بدري اكتر وجود محمد نجيب دايما باداء متميز. بس اقول لك حاجه كابتن محمد، انت راجل فيرود وفيرود كبير، حته السرد باك بالذات لو هو مش درجه تركيزه اعلى من الحته دي، يعني اعلى من اي حد يتخيل،
بتبقى مقلقه شويه. لعيب نص الملعب ممكن اكون مش بادي، يبقى اشتغل ان انا بقطع بس وبسلم. لو الكره ماشيه معايا ابتدي اشتغل بقى بصير واداء وتحركات وزياده عدديه في نص الملعب. اما السرد باك كل حاجه ليه محسوبه، مطلوب منه اقطع، اراقب، العب مان، ابقى موجود تمركز في منطقه حساسه ان انا ابعد اي هدف على شريف اكرامي. كل دوت في عدم وجودي وانا بلعبش بالظبط. ده اعتقد ان هو لعيب كبير وثقه كبيره من الجهاز الفني في نجيب، وهو ثقته في نفسه وفي ربنا قبل كل شيء ان هو اداؤه بالشكل ده. اعتقد ان احنا مش حاسين ما بين سعد ورامي ونجيب اي اختلاف. الثلاثه مؤديين جدا بل ممتازين من وجهه نظري. انا هتكلم كراجل سيرد باك بعشق الثلاثه. سعد عنده حته مميزه عن اي سيرد باك في مصر، السرعات. نجيب عنده المان والتسليم والتسلم هايل. رامي ربيعه بقى دي ده السر. الكابتن حسام بيعرف يفوقه كويس قوي، بيعرف يدخله في الجيم كويس قوي، بيعرف يشحنه كويس قوي. رامي الماتش اللي فات اداء، تمركز، زياده عدديه، تهديف، امتلاك نص الملعب. احنا بنقول اهو عمل كل حاجه. صحيح، هو مؤمن بالظبط. يعني انت بتجمع ما بين ليبرو بيلعب في الحته دي وبيأدي الاداء ده، احنا ما حسيناش غياب حسام، بس برضه حسام حاجه ورامي حاجه. احنا بنقول عندنا الحلول، ما بنتعبش دماغنا، ما بنجيبش صداع في دماغنا اسمه مين البديل. لا، عندنا حلول كتير قوي، كتير. عندنا احمد فتحي، عندنا هاني، عندنا حسين، عندنا معلول، هشام محمد، عندنا السوليه. احنا برضو بنقول ان عمرو ابتدى يزيد بوضوح جدا. عمرو السوليه بقى ديفندر ليه تقل، حسينا بيه. بيلعب اتنين، بيلعب واحد، بيلعب الليبرو المقلوب للمساكين. اداء هايل لنص الملعب بالذات. طيب يعني كمان يعني جزئيه الكلام على المراكز و مين يلعب مكان مين دي بيشوفها كابتن حسام البدري وهو اللي بيقرر الجزئيه دي طبعا. يمكن كان حديث كتير جدا في المباراه اللي فاتت، مين هيلعب مكان حسام عاشور، مين هيلعب، وحطوا بقى اسامي كتير طبعا موجود، سواء بقى هشام اللي موجود اوريدي في القايمه وكانت موجوده في قائمه النجم، ايضا مين هيبقى موجود، احمد فتحي، مين، هل عبد الله السعيد ولا صالح جمعه. لكن كابتن حسام بيحسمها بشكل كبير في من غير كلام كتير بقى في الصحف. هو دايما لو في مؤتمر، لو نفتكر المؤتمر الصحفي كابتن عمرو قبل اللقاء سالوه مين هيلعب مكان، قال لهم دي حاجه فنيه مش هقدر اقولها غير يوم الماتش المباراه طبعا. بالتالي صالح جمعه ادى برضو اداء كويس، ادى اداء مميز جدا في هذه المباراه بالرغم من وجود عبد الله سعيد، ولكن كابتن صالح حسام البدري قرر انه يلعب صالح من البدايه، ودي برضو كانت علامه استفهام برضو لبعض الناس في التشكيله. يعني احنا بنقول لك يا كابتن محمد، احنا هنحط نفسنا في مكان الكابتن حسام لو لمده 5 دقائق. الخمس دقائق اللي احنا هنحط نفسنا فيهم دول في صداع في دماغي، هلعب مين؟ مين بيأدي؟ هل هو في التمرين؟ في التمرين اللي قبل المباراه بس؟ لا، طول المده دي مين اللي جاهز؟ مين اللي فورمه ماتشات؟ يعني احنا هنقول مباراه النادي الاهلي لعبت مع النجم، انا بأمن عشان باذن الله هجيب جون، وهو كان جون يكفي لصعودي. خلاص الجيم اتفتح، الجيم اتفتح بشكل نمره واحد. تشكيك في امكانيات وليد ازارو، وظهر بالمستوى اللي اول واحد كافئه هو كابتن حسام بدري. نمره اثنين كافئ النادي الاهلي، اهم حاجه كافئ نفسه ان هو صفقه ناجحه. ومن ضمن المعلومات يا كابتن محمد ان النجم كان هيشتري وليد ازارو. النجم ولا قبل الولاد؟ الاهلي؟ لا، النجم. النجم قبل نفسه، قبل النادي الاهلي ما يخش طرف في الانتقال من المغرب للنادي الاهلي. فدي حاجه مهمه جدا. الراجل ده جاي هيضيف لنفسه بطولة بعد انضمامه لصف النادي الاهلي. حقيقي. النادي الاهلي مين اللي موجود؟ النادي الاهلي عنده فرقتين مش فرقة واحدة. مين يأدي؟ اعتقد الكابتن حسام عنده كتيبة كاملة كل مباراة وليها سيناريو معين بيدور في دماغه هو وجهازه الفني، بينفذها بالاسلوب اللي فيه اولا بيراعي ضميره في الشغل، نمرة اتنين بيراعي ربنا في تفكيره، في تقييمه، في اهم حاجه بقى لمت رجاله الكابتن حسام. اعتقد هو محوط عليهم كويس قوي وعارف هم وهو عايز منهم ايه وهم عايزين منه ايه. كابتن عمرو، انت لعبت سواء مع الفرقه التونسيه او الفرقه المغربيه، هل في اختلاف اداء بالنسبه للكره هنا والكره هنا؟ بص يا كابتن، احنا كنا بنقول الاجيال اللي قبلنا كنا بنسمع اسماء جامده قوي. في وجودنا كنا بنسمع عمالقه.
يعني في الترجي كان هادب الرخيص الله يرحمه، الحمروني، طرابلسي، سامي وحاتم، في النجم الساحلي كنا بنشوف عماد بن يونس، في الافريقي الرويسي، في صفاقس كنا بنقول اسكندر السويح. كل فرقه فيها 3 4 3 4 و3 4 تقال. يعني تخيل ان منتخب تونس من فرقتين او ثلاثه زي في مصر اهلي وزمالك. احنا بنشوف دي اعتقد يعني الذاكره للاسماء اللي موجوده يعني مش بقلل من قيمه الوداد، اقل بكتير من الاسماء اللي كانت موجوده ايامنا. انت حضرتك حضرت الاولمبيك والرجاء كان عندهم بس صلاح الدين كان موجود، بس صلاح الدين ومصطفى مستودع، محمد القدميري، ابراهيم صابر، توفيق بلاغه، يوسف شيبو ده طبعا، سعيد شيبه وسعيد شيبو الديفندر والفيرو ده كان محترف في السعوديه. كان عندهم عبد الكريم نزير. انا لعبت على عبد الكريم نزير ومشير لعب على بصير، كان في النادي الوقت ده النادي الاهلي بيفكر يجيب بصير. بعد المباراه خلاص مشير خلص لغى الصفقه، الموضوع انتهى. ففي اسماء كتيره. شوف انا راجل اهو بقالنا سنين من التسعينات فاكر الفرقه بالكامل. لكن لا انا بتكلم طبعا النجوم كل بلد ليها النجوم بتاعتها، ولكن انا عايز اقول لحضرتك الشكل والاداء والطريقه هل بتختلف؟ يعني مثلا الـ انا بشوف ان الكره المغربيه بتعتمد اكتر على الجزء المهاري والشغل المهاري، الشكل الجميل في الاداء. الكره التونسيه مثلا بتعتمد على الكره الطوليه والكره الثابته، اعتماد دايما على تضييع الوقت مثلا. يعني ده ممكن يكون وجهه نظر انا في الكورتين. بص يا كابتن، معظم فرق شمال افريقيا عندهم حاجه مهمه قوي، الامتلاك والاستفزاز. ازاي امتلك زمان الملعب وازاي استفزك باستمرار، يعني ازاي استفزك في طريقه الاداء وامتلاكي للكوره والالتحامات والعصبيه في الملعب. بس في نفس الوقت هم بقى عندهم ميزه احنا لازم نرجع تاني لامجادنا اللي هو الكوره العرضيه والالتحامات. تمام، اسمح لي كابتن عمرو بس اطلع لفاصل وارجع اكمل كلامي معاك والنادي الاهلي بقى. يعني التكتيك، هل كابتن حسام هيشتغل على جزئيه التكتيك اللي اشتغل بيه مباراه النجم، ولا الشكل هيختلف بالنسبه للشكل الخططي كابتن حسام بدر في مباراه الوداد؟ فاصل سريع وارجع اكمل كلامي مع كابتن عمرو الحديدي. بجد ترحيب بحضراتكم كابتن عمرو. يعني خليني اكمل مع حضرتك كلامنا عن مباراه الوداد والاهلي. يمكن مهم جدا ان احنا نطلع بنتيجه. المباراه مقسمه على مباراتين، او المباراه بشكل عام مقسمه من واحده هنا ان شاء الله في استاد الجيش برج العرب، والثانيه هتكون في استاد محمد الخامس في المغرب. مهم جدا، وكابتن حسام دايما تصريحاته بتقول انا بطوله افريقيا مع صفاره النهايه في المغرب او المباراه الثانيه، فبالتالي ضمان ان احنا نخرج بنتيجه ايجابيه هنا. ايه المفروض يحصل الجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراه عشان تخرج بهذه النتيجه الايجابيه اللي انت عايزها؟ اعتقد الفرق ما بين مباراه النجم ومباراه الوداد ان انا نفس النشوه ونفس الفرحه اضغط والروح العاليه وهدف وامن دفاعي. دي سمه الكابتن حسام للي بيقرا تحليل اداء الكابتن حسام كتكتيكيا لفريق النادي الاهلي. امن وفي نفس الوقت ما اخسرش. هو في حاجه بنقولها احنا اتعودنا كمدربين يقول لك ايه؟ ما يخشش فيك هدف. ما هو انا امن ما كسبتش ما اخسرش. بس احنا بنقول النادي الاهلي في الظروف دي وفي النشوه اللي احنا فيها ومسافه ما بين المباراه والمباراه دي مش بعيد. اعتقد النادي الاهلي هدف ان شاء الله جون واثنين باذن الله، والثلاثه الموضوع يبقى منتهي. كابتن حسام يعرف يقفل الجيم خالص في استاد محمد بن خامس ويخرج بنتيجه اللي ترضيه وترضي جميع النادي الاهلي. طيب التكتيك اللي احنا كنا بنلعب بيها كابتن عمرو اتحول في وقت من الاوقات ان احنا بنلعب على الهجمه المرتده. يعني لو حضرتك لاحظت في المباراه ان احنا كنا شغالين وضاغطين بشكل كبير لغايه يمكن بعد الهدف الثاني او الثالث بالنسبه لوليد ازارو، وابتدينا نشتغل هجمه ونزول وليد سليمان كمان والدنيا كانت الحمد لله مفتوحه وحلوه بالنسبه لنا. فالشغل الهجمه المرتده ده اعتقد كابتن حسام غير التكتيك بتاعه والشكل الخططي بالنسبه له في الهجوم على فريق النجم بحته الجزء الهجمه المرتده، وده ما كانش ممكن موجود عنده في البدايه. يعني انت لسه بقول لحضرتك كابتن محمد في مجموعه سيناريوهات بتبقى في دماغ كابتن حسام. البدايه منتصف الشوط الاول، بدايه الشوط الثاني، امتلاك زمان المباراه في اخر المباراه. اول بدايه هي التهديف للنادي الاهلي، خلاص وصل لك نقطه الاطمئنان انك وصلت. هو مش هيبقى على حاجه، النجم مش هيبقى على حاجه، بقى جون واثنين وثلاثه،
فقال لك اما هاجم في الوقت انت بتهاجم فيه بتطلع ثغرات داخل نص ملعب وخط ظهر النجم الساحلي، ببتدي العب انا عليها اللي هي ايه؟ ازاي تحويل ثغرات اداء النجم لامكانيات نجاح اداء لعيبه النادي الاهلي، امكانيات ونجاح لعيبه النادي الاهلي اللي هو ايه؟ الهجمه المرتده. ازاي اعمل الوان تو او الدبل باس من نص الملعب؟ شفنا وليد سليمان بيروح انفراد، شفنا مؤمن بيروح انفراد، شفنا وليد ازارو بيروح انفراد، شفنا طرفين النجم اللي احنا كنا بنقول من المباراه الاولانيه المباراه الاولى ان احنا قلقانين من الطرفين بتوعهم. اعتقد ان هم كانوا الاهلي لعب بسيناريو العمق وما خلف الباكين من جهة محمد هاني ومن جهة علي معلول. اعتقد الاوفرات اللي عملها علي كانت بتثبت وجوده على 18 لملعب النجم في الجزء الهجومي اللي لينا. محمد هاني نفس الكلام، بس الكابتن حسام كان عامل بالانس حلو قوي، علي اللي شغال، محمد هاني اللي بيأمن. محمد هاني اللي شغال كان بيغطي بشكل كويس قوي هنا كابتن. ما هو خلاص انا ليا مهام اخر نص الملعب. كابتن حسام ليه مهام معينه تتقال في احد المحاضرات، انك محمد انت اخرك لنص الملعب تكمل في حاله زياده صالح جمعه، تضم انت بميل بسيط جنب عمرو السوليه. نفس الكلام كانت المهام لعلي كويسه قوي قوي، يعني علي برضو من نجوم المباراه اللي كانوا باينين، وجود رامي وفوقان هاني وتالق علي معلول ورزانه عمرو السوليه سهل حاجات كتير قوي على اللي تحت الفراوده بوليد ازارو اللي هو مؤمن، وليد لما نزل، صالح قبل ما يغير، اجاي. مع ده ترجمه ده كله بقى حاجه مهمه قوي يا كابتن رؤى، هو حب لعيبه النادي الاهلي لان وليد ازارو يكون هو اللي بيهدف. شفناها في مؤمن، شفناها في وليد، شفناها في اجاي، شفناها في صالح. دي مهمه قوي ان احنا مقتنعين بامكانياتك احنا كلاعيبه اولا، فوصلنا الانطباع ده ان احنا ظهرنا تالقك لجماهير النادي الاهلي اللي كانت وصل لها ولو شك بسيط لامكانيات وليد ازارو. ده حقيقي، يمكن هو في اللحظه اللي ممكن كانت الثقه بتروح صراحه، يعني ان الجمهور الاهلي فضل موجود وغايه اخر دقيقه، وحظى هو في هذه المباراه على تشجيع قبل المباراه بشكل كبير، ولكن طبعا صعوبه المباراه كانت ممكن بقدر الله كان حصل حاجه غير كده، كان وليد الى حد ما بيبتعد عن وجوده كمان في التشكيل الاساسي، وده وجهه نظري انا يعني. ولكن طبعا هو تالق وتحدى نفسه وتحدى حاجات كتير، وتحدى نفسه وتحدى حاجات كتير قوي وصلته للاداء ده. كابتن من ضمن سته من اللعيبه الافزاز في كره القدم ونجوم النادي الاهلي، اذا كابتن زكريا ناصف، كابتن حسام حسن، كابتن محمود الخطيب، محمد ابو تريكه، محمد ابو تريكه، يعني اكيد طبعا حاجه جميله جدا ان هو يبقى هاتريك في مباراه من المباريات الصعبه في هذه البطوله. لكن خليني اقول لك كابتن عمرو، انا نجم تعاملت معاه بشكل مميز، واعتقد اكيد احنا كتاب مفتوح للوداد من حتى واحنا في البطوله دوري المجموعات بالنسبه لهم امامهم. الوضع هنا بيختلف، النهائيات بيبقى الوضع مختلف تماما، شكل النهائيات يا كابتن، هل بيبقى ممكن يبقى يعني انا مش عايز اقول حذر بشكل كبير جدا ممكن من النادي الاهلي، حذر كبير ممكن يبقى اكيد من الوداد بيلعب على ارض النادي الاهلي، ده ممكن يعرقل حته الهجوم بالنسبه لفريق النادي الاهلي والكتاب المفتوح اللي انا بقول عليه يا كابتن عمرو. اعتقد يا كابتن محمد الكلمه اللي هقولها دي بتتمثل في الكابتن حسام والكابتن سيد. تغطيه مباراه النجم وانتهائها مع صفاره الحاجة اللي حضرتك بتقول وبدايه مباراه الوداد. انا مطلوب مني او جماهير النادي الاهلي بتطلب من لعيبه النادي الاهلي السته هي هي، احنا ما عندناش شك في امكانيه، كنت هتجيبوا سته وتجيبوا اكتر، ده وارد وشيء مشروع. جماهير النادي الاهلي شافت رجالتها بتعمل ايه. لا اعتقد ان النادي الاهلي هيعمل موازنه كويس قوي وتوازن كويس قوي ما بين ازاي اهاجم وهدف وازاي اامن واسيطر على مجريات المباراه. عشان النادي الاهلي في اي وقت ان شاء الله بيعرف يجيب جول. فانا مش محتاجه المجازفه وبقول انا لسه هفكر في هناك، لا اعتقد الدرس ده شفناه كتير قوي من مباراه الترجي لمباراه النجم، اعتقد الدرس اتفهمه هيتسمع من غير قرايه في مباراه الوداد. طيب خليني اكلمك بقى على خط كده، وايه المطلوب يا كابتن في كل خط من الخطوط. هكلمك طبعا، انا يمكن كنت قلت ان الشريف اكرامي ليه عامل كبير جدا في نجاح خط الدفاع، فان ان شاء الله ما تجيلوش اي كوره طبعا الله.
بصحيانه والتعليمات اللي بيديها هو من ورا، ان هو شايف الملعب اكتر واحد. ويمكن اكيد انت كنت كابتن عمرو وانت مدافع، كان كابتن شوبير كان موجود وراك، مين كان موجود وراك تاني؟ كان عصام. كابتن محمود كان كابتن شوبير الاول، وبعد كده عصام، وكان في وقت مصطفى كمال. بالظبط مصطفى. في نقطه مهمه يا كابتن محمد، الكلام القعده اللي بتتقعد ما بين حارس المرمى وخط ظهره. كان كابتن شوبير يقعد يقول لنا اللي هيلعب فيكو يعني يبقى ودنه معايا وبيأدي. كان مشير يوسف، انا، كمونه، ابو الدهب، كابتن علي عبد الصادق، ايا كان مين اللي بيبقى موجود، الربط. كان الكلمه، كان كابتن حسن يقول لي ايه، اهم حاجه العب مان على الفرو بتاعك، ما يجيش فينا جون احنا شغالين كويس. هيجي جون. ما انت لو انا وصلت لك من خط الظهر وحارس المرمى قبليه ان احنا مأمنين، انت عندك الثقه انك هتجيب جون في وقت. صحيح. اما ما بيوصل ان انا اتسببت في هدف، فبحمل عليك تركيزين، ازاي اتعادل وازاي اكسب. صحيح. احنا بنوصل لبعض مجموعه خطوط. كابتن شوبير بيوصل لي الدفعه ان انا امنع، انا بامن فروده ايا كان الفرقه اللي موجوده ان ما يخشش فيها جون، بوصل نص الملعب انه يفوق ويأدي لي الاداء ويوصل الكره سهله للفراوده عشان تجيب تهديف الفرود، ودي مهامه ان ازاي اهدف عشان اوصل الاطمئنان والثقه لنص ملعبي ثم لخط ظهري ثم لحارس مرمى. مطلوب بقى في خط الدفاع بقى كابتن في الماتش ده؟ اعتقد ان خط الدفاع هنرجع برضو تاني من اول الخط، وهو كابتن شريف، وهو اداؤه لعبته وازاي التمركز وازاي الثقه اللي هو هيديها لهم في اي كوره فيها تعامل بيني وجوه ال 18. دي واحد. دي بخصوص الكابتن شريف، عشان احنا برضو مش فنيين في الحته بتاعت حراسه المرمى. هنيجي نتكلم عن سعد ونجيب. اعتقد ان هم عندهم فرويد من ضمن الهدافين، اشرف بن شريفه كده. اشرف بن شريفه ده هو هدفهم، كويس قوي، اربع اهداف زيه زي وليد ازار، هتبان من اول لو شفنا شريط ليه او شفنا لقطات قالها كابتن حسام في المعرض. وحريف كويس قوي. هل هو فرويد صريح ولا تحت الفرويد؟ لا، تحت الفرويد. كويس قوي. يبقى انا لعبت بسعد ونجيب بميل حسب اتجاه الفرويد اللي جاي له، بيبقى اقرب اعتقد بيبقى نبيل عشان السرعات بالنسبه لسعد. المهام اللي كابتن حسام هيديها هيقيسها في اول خمس دقايق بالنسبه لعلي معلول للجنب اليمين. اعتقد كابتن حسام شاف ماتشات ليهم كتير ادائهم شكله ايه من الجنب عشان امدي مهام هجوميه لعلي معلول. نفس الكلام لاحمد فتحي. احمد فتحي احنا بنقول عليه بسم الله ما شاء الله، ثبات في الاداء، بوضوح في اي مكان بنكلفه بيه بيأدي، واداء مميز وليس اداء مسرحي ان انا بأدي شكل حلو، لا، اداء ومميز. عارفين مهام احمد فتحي هيعمل ايه، كويس قوي. من نص الملعب اعتقد الميل كله هيبقى رامي ربيعه لاشرف بن شريفه، اعتقد بنسبه 90%. تحركاته لو هو مهاري زي ما حضرتك بتقول يا كابتن فاروق، يبقى 90% ان رامي مقسوم الملعب نصين، نص لعمرو السوليه بيميل جهه احمد فتحي، وجزء الثاني رامي ربيعه بيميل على علي معلول. والجنب اللي يبقى فيه الهجوم اكتر بيبقى فيه عمليه ميل بسيطه لجهه الهجمه بتامين الجنب الاخر. يبقى رامي ربيعه هيقوم بالمهام اللي تحت الفرود، اقرب واحد ياخده رامي ربيعه عشان ادي مهام زياده لعمرو السوليه. بالنسبه الاطراف احنا استقرينا خلاص احمد فتحي وعلي معلول. الثلاثه اللي قدامهم شكل الاداء، وارد ان الكابتن حسام يعمل ان يثبت اداء لعبد الله السعيد عشان يبقى قريب ويبقى موجود في غياب صالح جمعه، والعكس صحيح، كان عبد الله مش موجود فادى المهام دي لصالح. وارد ان الكابتن حسام يبدا بمؤمن واجاي ووليد عشان يخلي عبد الله يقرا سيناريو المباراه، ده وارد. وليد ده وارد، بس الكابتن حسام سيناريو صعب. ما انا بقول لك دي مجموعه سيناريوهات بتدور في دماغ كابتن حسام. احنا بنشوفها الاساسيات اجاي وعبد الله ومؤمن طبعا، تملي تالقهم كمان تملي. بنشوف ان وليد بيبقى غيار هام، بيغير اداء وسيستم وتالق لوليد بعد الغيار. المكافأة الثانية اللي بيعملها كابتن حسام اللي تكافئ بيها كابتن حسام وجماهير النادي الأهلي، ثبات أداء مؤمن زكريا. احنا شايفين دلوقتي حاجة زيادة، بسم الله ما شاء الله، بوضوح. انضم أداءه وثباته للنادي الأهلي، انضمامه للمنتخب والفترة اللي جاية. احنا قلنا كلمة جميلة قوي في الكورة بتقول إيه؟ في ناس بتوصل لكأس العالم وناس هتلعب كأس عالم. صحيح. لا، في كمان حاجة هقولها لك بقى يا كابتن، أنا ملاحظها في مؤمن، مؤمن متميز جدا في المباريات الدولية. تمام. عن الدوري المصري كمان. تمام. فدي حاجة يعني تتحسب له بأمانة يعني. بص يا كابتن فاروق، احنا لسه بنقول دلوقتي في ناس إمكانياتها توصل لكأس العالم وناس تلعب. ناس توصلك نهائي وناس تلعب نهائي. تلعب نهائي بس. يعني قبل نهائي ونهائي. مؤمن في الفترة دي في كيمياء جميلة قوي بينه وبين الكابتن حسام. إن أداؤه ثابت،
واضح. الثقه اللي كابتن حسام لاداء مؤمن زكريا باين للناس كلها ان هو بيأدي في كام مكان، اذا كان من ناحيه الشمال قصاد علي معلول او من ناحيه اليمين قدام احمد فتحي او محمد هاني. اجاي هو اللغز المحير للناس كلها من ساعه ما جه، اداؤه كتهديفي كمهاري كدياجونال بيتحرك من تحت الفرود ويقدر يوزع، راجل عنده ثبات هايل. كنا بنقول الكلام ده في وجود ايامنا احنا، كنا بنقول عبد الجليل، كابتن رضا، كابتن مجدي عندهم حاجه معينه، سيد اما طلع لعب معانا ما احتفظنا بالالقاب، في وجودكم بنشوف حاجه مميزه ان الراجل ده اللي بره زي اللي جوه، اللي بيأدي اللي هينزل يعني. كابتن او حلقه وصل ما بين الوسط الملعب والغيار وغيار مهم داخل الملعب، عباره عن لو انا فكرت ان انا اغذي نص ملعب واحد ومثلا بعد شر وليد ازارو او عماد مش موجودين، بطلع اجاي فرود وبحط لعيب في نص الملعب، يعني بيجمع ما بين الاثنين، بلعب في نص الملعب على الاطراف ومن العمق وبقدر ادي كراس حربه ثابت من سترايكر من فوق. طيب قبل ما اروح لعبد الله ووليد ازارو، مؤمن وجاي اشتغلوا دفاعيا، انا شفت في الماتش اللي فات كابتن وقابله بمباريات كتير مع الباكين بيأمنوا بشكل كبير جدا وينزلوا لغايه كابتن سن 18 بتاع النادي الاهلي في حاله دفاعيه، ودي حاجه بيتميزوا بيها جدا وبتخلي كمان دفاعات النادي الاهلي افضل واحسن. مهام وتكليف معين من الكابتن حسام. مهام وتكليف معين من الكابتن حسام. ازاي انا بطلب منك تهاجم وبطلب منك الاصعب ازاي تدافع؟ تاني يا كابتن فاروق، احنا مجموعه خطوط، لو انا وصلت لك ان الحارس اللي ورايا وصلني وانا قدامه الثبات، انا هوصل لنص الملعب ان انا ملتزم، نص الملعب هيوصل للفيرود اللي ورا مأمنين اجهز عشان تهدف. احنا بنقولها مجموعه مهام، اما بليهم بيدافعوا هو ده الشيء اللي احنا متعودين عليه، اصل ده مش ماتش يا كابتن فاروق هاخد منه 3 بونت عشان اشوف بعد فتره انا هيبقى شكلي في الجدول رقم كام، لا ده نهائي، نجمه تسعه، تتويج باي شكل، ده في مجموعه حاجات يا كابتن فاروق لو عديناها هيصعب علينا العد من بوق من كتر ما اللسان هيتكلم. نجمه تسعه، الحصل على البطوله، شكل جديد لكيان وفرقه النادي الاهلي في وجود الكابتن حسام بدري، صعودنا لانديه العالم، كل دوت حاجات هتضاف في تاريخهم وفي تاريخ النادي الاهلي، كل واحد بصفه خاصه ليه هو باسمه وبصفه عامه باسم النادي الاهلي بصفه ذات اهتمام اسم مصر. صحيح. ان احنا وصلنا كاس عالم وهنلعب انديه عالم، شوف احنا وصلنا فين؟ تصنيفات بقى قريب من تتويجنا، هنوصل للدور رقم كام؟ وصلنا لرقم 30 عالميا كويس قوي بالنسبه للانديه. وصلت النادي الاهلي، وصلت ولعبت باذن الله نهائي وكسبت ووصلت للعالميه، مش هتروح اقرب كمان؟ هتروح اقرب كمان. أكيد. عملت اداء مميز في كاس عالم للانديه، هتلاقي الموضوع اقرب فاقرب. بتفتح 3 خطوط، اداء واسم النادي الاهلي في انديه العالم، احتراف لعيبه النادي الاهلي الموجوده، شكل النادي الاهلي ويتمثل في اسم بعد منتخب مصر انه بيلعب عالميه. يعني احنا بنقول مجموعه حاجات، اعتقد هم فاهمين ده كويس قوي بصفه خاصه، وبصفه عامه عارفين ان خلاص الدرس هيبدا من مشهد واحد، بدا بماتش النجم هينتهي بماتش الوداد. دائما يا كابتن عمرو انت كل جيل بيجي عايز يبقى احسن من الجيل اللي قبله. طبعا فاهم، يعني جيل كابتن محمود الخطيب جيل بيحاول يكسر مثلا او يبقى احسن ويبقى فيه نجوم افضل، جيل محمد ابو تريكه جاي عشان برضه يبقى افضل، في جيل دلوقتي بيحاول انه يوصل للنادي الاهلي بمرحله كانت مختلفه عن الجيل اللي كان موجود، محمد بركات بقى، ابو تريكه، وائل جمعه، سيد معوض، يعني المجموعه دي كلها. هقول لك حاجه كابتن محمد، وانت بتقدم تنويه عام عن مشوار النادي الاهلي وانا قاعد في انتظارك، تخيلت شعار النادي الاهلي ملتف حواليه كل النجوم. انت حضرتك قلت التسعة. يعني تخيل لو وصلنا لمجموعة النجوم دي، هل شعار النادي الاهلي هيبقى كامل النجوم ولا هيتفصل له شكل اخر لعدد النجوم دي اللي بتزيد؟ يعني بص انا تخيلت لمدة دقيقة ان كل جيل جاي هيكمل دايرة النجوم حوالين شعار النادي الاهلي. اعتقد ده امل باسم النادي الاهلي لاضافة رصيد بطولات، امله لكل لاعب جه من نادي اخر او من ابن النادي الاهلي ضاف لنفسه اسم في وسط العمالقه. احنا كنا كابتن محمد بنتمنى نلعب في التسعينات، نتمنى، حققنا اتعودنا استمرينا، حققنا اتعودنا استمرينا. صحيح. ما انا حققت بطوله افريقيا، طمعت بقى نلعب عربيه ونخبه وسوبر واروح منتخب، ما انا خلاص دقت
فتعودت على الفرحه فاستمرت في اللي انا فيه. يعني بكلامك كابتن عن ان الاهلي بيمثل مصر، طبعا في مباراه كانت الزمالك ووادي دجله كانت هتبقى يوم السبت تم تاجيلها عشان طبعا ما ينفعش ان النادي الاهلي بيلعب في نهائي افريقيا وفي مباراه في الدوري شغاله. ايضا نادي الزمالك طبعا كل التقدير ليه برضه بيدعم بشكل كبير النادي الاهلي، في كلام طبعا المسؤولين من خلال طبعا نادي الزمالك ان احنا في ظهر النادي الاهلي في هذه البطوله. اتمنى بقى حاجه مهمه يا محمد، اعتقد تبقى شعور كل نادي موجود، كل الجدول الدوري اللي موجود من انديه مصر يطلع منه مندوب يمثل النادي باسمه ونروح للنادي الاهلي في مكان اقامته. انت مش متخيل دي موضوع نفسي شكله عامل ازاي. احنا بنتكلم دلوقتي مش نادي الاهلي، بنتكلم في مصر في الوقت ده. زمالك، اسماعيلي، مقاولين، ايا كان، دي اضافه روح اضافيه لامكانيات الكابتن حسام نفسيا ولاعيبه النادي الاهلي والاسم مصر المتمثل في النادي الاهلي. صحيح. حته معنويه جميلة نفسيه جميلة. هتبقى سهله قوي مش صعبه. طيب عايز اتكلم على عبد الله ووليد ازارو قبل ما اروح لحاجه مهمه جدا بقى. اعتقد احنا بنقول ان عبد الله السعيد ده اخر يعني اخر الموهوبين اللي عنده حلول كلنا بنحس بيها في عز الزحمه وتماسك الفرق الاخر. هو عنده حلول مختلفه، عنده رؤيه غيرنا كلنا. بنشوف ايه الذكاء ده، ايه الباص ده، ايه الشورت باص ده، ايه اللونج باص ده، عنده حاجه احنا ما بنشوفهاش. انا راجل كمدافع بقول معقول كل ده بيدور سيناريو في دماغه ان ازاي يعمل الباص بهذا الشكل. اعتقد ان هو اسم كبير، راجل ملتزم كويس جدا، راجل عنده ثبات في الاداء بقاله فتره. ربنا يكفيه شر الاصابه والمجموعه اللي موجوده. اعتقد هيكون ليه مفتاح سر قوي في مباراه الوداد باذن الله. وليد ازارو كابتن، انا مش عايز اتكلم اكتر من الناس اتكلمت، عايز اقول له كلمه واحده بس. انت يا وليد شفت الناس قابلتك قبل المباراه ازاي، وشفت الناس اتكلمت عنك بعد المباراه ازاي، وانت مطلوب منك تعمل ايه للنادي الاهلي والاسم وليد ازارو والاقتناع التام لاسم الكابتن حسام البدري في امكانيه وليد ازارو. الكلام عن الموضوع ده ممكن نقول طب لو ما اداش ايه ده كانت نشوه وفرحه وجاب 3 جوان وخلاص. لا لا لا، انا راجل سرد باك بيلعب كمان مع فريق هو يعتبر مغربي زيه في الوقت دوت. يا كابتن فاروق هتبقى الاحتراف هيبقى سمه بصفه دوله. انا منتمي للمغرب بصفه خاصه، انا راجل محترم بالظبط كده. شفنا علي معلول بيتالق بشكل كبير امام الترجي وامام النجم بالظبط كده. احنا بقى بنقول ايه لوليد، انت انا راجل هتكلم عليك كسرد باك فرود بمعنى الكلمه يا كابتن محمد. فرود المتحرك يا كابتن فاروق، وانت راجل راس حربه، المتحرك الهيدرز المزعج شيء مقلب بالنسبه لي. ممكن تكون مهاري اقدر اضيق عليك الرقابه مش هخليك تستلم، اما لما تكون متحرك كتير وبتلعب بدماغك وبتادي وعندك سرعات وتقدر تدور على حلول وبتتمركز في اماكن خطر تاذي من مرماي، انا اقدر اقول انك فرود بنسبه مش عايز اقول 10 على 10 اقول 9 من 10 عشان انت عندك لسه يا وليد امكانيات توريها لمصر كلها وتوريها للمنتخب المغرب اللي انت بتقول للناس انا جاي. طب احنا ما كناش على التغييرات يا كابتن خاصه كابتن حسام بدري اثناء مباراه النجم، يعني عماد متعب ووليد سليمان يعني برضه لازم نديهم برضه حقهم في هذه المباراه. يعني عماد متعب نزل في ثلث ساعه، كنا نتمنى ان احنا نشوف عماد متعب بيحقق تهديف يهدف بشكل كبير، ولكن طبعا كان الوقت كان مش خلاص. صالح جمعه خرج اللي هو يمكن ما يقدر يوصل اللعيبه وجهدت بشكل كبير، لكن عماد متعب انا واثق لو كانت وصلت له حاجه كان هيهدف بشكل كبير. كابتن عشان عماد فرويد ليه تقل. عماد عنده رؤيه اقناع للناس ان في اي موقف داخل ال 18 عنده حلول غير الفراده اللي هو شافها. وليد كابتن حسام في وقت ان بيعمل التغيير في الوقت اللي وليد هيقدر المرتد اللي انت كنت لسه بتقول عليه، وليد عمله كويس قوي. انا دلوقتي بقيت في الوقت ده الضغط كله على مؤمن، بقيت اشوف وليد ازارو بينزل على نص الملعب، بشوف اللي بيزيد وليد فتحنا الملعب من الاطراف، من جنب يخص محمد هاني ومؤمن، ومن جنب نقول عليه معلول وليد سليمان. وبنقول في الوقت ده كان وليد وهو كفرود بينزل نص الملعب بيحصل فراغ في الحته بتاعت التلت الهجومي للنادي الاهلي اللي هو التلت الدفاعي لفرقه النجم. كان عندهم حلول موجوده في رامي ربيعه في التهديف بالتسديده ان هو مشي وجاب هدف،
وجود علي معلول باستمرار كنا بنشوفه في المكان ده. شفنا الشوط الثاني في اواخره محمد هاني بيزيد في المكان ده وعلي هو اللي بيقف. كنا بنشوف عمرو قصين الدايره بيقدر يمسك زمام الملعب في الحته ان انا ازاي افسد الهجمات اللي جايه عليا وازاي ابني الهجمات اللي ليا. شفنا ده. شفنا وليد سليمان ومؤمن تحرك بحريه، شفناهم في كل حته يمين شمال في العمق، شفنا ده. وشفنا كابتن حسام بيريح لاعبته للمباراه النهائيه عشان لسه السيناريو ما انتهاش. ريح وليد، ريح صالح للاصابه. انا ممكن اقول حسام هيلعب، بس انا عارف ان لسه في مباراه تانية. المباراه التانية ديت اللي هناك ممكن اكون في الوقت ده بجهز حسام عشان ما اضحيش بيه في المباراه اللي هنا. يعني اتمنى طبعا ان هم يبقوا كلهم في حالتهم يا كابتن عمرو. خليني بقى اروح للعيب رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اتمنى تشوفه ازاي في مباراه الوداد. احنا طول عمرنا عارفين ان جمهور النادي الاهلي دافع، مش بيقلد، بالعكس الناس بتشوفه بيتقلده. هيأزر كويس قوي، هيبقى جنب لعيبته كويس جدا، هيبقى مصدر تنبيه ان النادي الاهلي يبقى عارف ان لعيبته هو واثق في امكانياتها. اقول له جمهور النادي الاهلي خليك دافع، ما تخليش مركز ضغط على لعيبه النادي الاهلي، خليك تملي مركز بيدفع النادي الاهلي للامام. خليك اللعيب رقم واحد، خليك الاداء المميز والثابت جماهيريا ونفسيا وليس اداء. خليك انت بتقول جماهيريا ونفسيا، وخلي اللعيبه هي اللي تعمل الاداء. خليك تملي انت في ظهر لعيبه النادي الاهلي، في ظهر جهاز النادي الاهلي، في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي. خليك تملي اللي احنا بنشوفه وبنضرب بيه امثال وبنقول شوفوا جماهير الاهلي بتعمل ايه، كمل ده. بشرط لو لقيت حاجه بتخرج عن النص انت صاحب القرار رقم واحد، استبعد اللي بيخرج عن النص، اللي بيفسد فرحه جماهير النادي الاهلي، اللي هيبوظ او يخرب لاداء جماهيري في المدرجات. احنا شايفين النادي الاهلي بجماهيره بيبدا، جماهيره، مجلس ادارته، لعيبته، كلهم كيمياء واحده. دوت مكمل لده، دافع لده. جماهير ومجلس اداره دافع للعيبه، لعيبه تفرح مجلس اداره وجماهير. هما الاثنين حاجه واحده. ان شاء الله يكون هما خير ممثل لفرحه لعيبه النادي الاهلي ودفعهم للمباراه النهائيه، وتنتهي من الشوط اللي هنا والشوط اللي هناك يبقى مجرد رؤيه بس. ده كان كابتن محمد قبل المباراه. صراحه ينفع نلعب يا كابتن؟ طيب يعني انا بقول طول عمرنا، واكيد اللعيبه بتقول مين قدنا، عندنا جماهير، مين عنده جماهير زينا. الصراحه انا بس بقول لك ينفع نروح نلعب؟ طيب نسهل شويه الموضوع، نرجع شويه لورا. شكل رائع وجميل، تشجيع يعني. كان لازم نجيب جول في الدقيقه الاولى، لازم طبعا. خلاص ده كان اكيد صحيح. انت كده بتتكلم، هنقول الكلام ده قبل الماتش بساعتين ثلاثه. يعني الفرقه وهي بتسخن شافت ده. الفرقه وهي بتسخن شافت ده. انت لسه بتقول في وجود الصرح ده للجماهير دي، التهديف اول دقيقه اعتقد، وده اللي الوداد مش هيفهمهم حتى لو شاف الماتش، حتى لو اتفرج على الماتش. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون الصوت العالي صحيح في مباراه يوم السبت بالتهديف اول ربع ساعه، ويبقى المشهد انتهى وخلص المسرح واتقفلت المسرحيه من مصر وليس يا رب يا كابتن عمرو محمد بن خالد باذن الله. كابتن شكرا كابتن عمرو، نورت. ربنا يخليك كابتن محمد. انا مشكور، شكرا ان انا موجود مع حضرتك. النادي الاهلي واحد افراد الدفاع، افراد الدفاع الاقوياء اللي كانوا في النادي الاهلي. انت بس بتحبني يا كابتن محمد فقلت لي كده. بطلع اخد منك العالي. ماشي موافق. نورت يا كابتن عمرو، شرفت. ربنا يخليك يا كابتن. يعني اكيد بس انت دايما كابتن عمرو الحديد، نجم نجوم النادي الاهلي. ما زلت طبعا بنتكلم، ما زلنا مستمرين بنتكلم على مباراه الوداد، لانها مباراه نهائي مش اي مباراه، امام فريق قوي، فريق كان معاك في مجموعتك، استعدادها هيبقى مختلف بالنسبه لكابتن حسام البدري. هنتكلم طبعا على الاستعدادات وشكل الفريق ايضا مع الناقد الرياضي نصر محروس بعد الفاصل، كلامنا عن هذه المباراه.